فيديو توضيح للوصول إلى دير الأمير تدرس من خلال طريق السيدة عائشة عبر صلاح سالم، سواء نازل من كوبري السيدة عائشة أو جاي من تحتيه هتمشي في الطريق اللي قدامك على طول. هيقابلك إشارة هتعديها وتكمل على طول. بعد الإشارة بشوية صغيرين هتلف أو اليوتيرن على الشمال هيقابلك. بعد حوالي 100 متر هيقابلك بنزينة على اليمين، هتكسر يمين معاها. هتمشي في الشارع ده على طول. هتلف يمين مع الكوبري اللي هيكون جنبك ناحية الشمال. وللتأكيد هيكون موجود متحف الحضارات ناحية اليمين. وهنكمل في الشارع ده على طول. احنا دلوقتي قربنا جدا من الوصول، هيكون قدامك كوبري العاشر. خلي بالك للوصول للكنيسة لازم ندخل من جنب الكوبري. هنكسر شمال من تحت الكوبري ونكمل لقدام. بعد كده شمال مرة تانية وهنكمل قدام. هتدخل شمال للمرة التالتة في آخر الشارع اللي هتكون فيه. هتمشي جزء بسيط جدا لقدام. وبكده هتبقى أنت وصلت إلى الدير. الحمد لله على السلامة، تعيش وتزور.